السلام عليكم خالد مرنامي، وهنا المدرب لطفي يحيي من المدرب التونسي بتوجيهات. يظل هذا المدرب حتى الآن فريقه بكلمة السر الحاضرة عن طريق الخثران، وما أجملها من لفظة للخثران. كرة أمامية، محاولة على حدود منطقة الجزاء، عادت مجددا هنا العرضية وتم الرد الآن. تم الرد الآن من جانب فريق الحزم، تم الرد الآن. لقطة ممتازة جدا، نعم بكثرة المحاولات، بكثرة المحاولات تم الرد الآن لفريق الحزم. لقطة كانت ممتازة، ونتحدث عن الحزم إلا ويأتي بالرد. كرة كانت ملعوبة في الأمام، العرضية كانت ممتازة حاضرة، والمتابعة أكثر من رائعة لعبد العزيز للبديل محمد العنبر. إذا مباراة البدلاء، مباراة البدلاء حتى الآن، هذه المباراة مباراة البدلاء بكل تأكيد لهذه المباراة. البداية كانت من الخثران، والثانية كانت من